عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. بداية أسبوع موفقة نتمناها للجميع، ونرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنستعرض فيها الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال أيام الأسبوع الحالي يوما بيوم. نبدأ بيوم الأحد، حيث يبقى الطقس مستقر في عموم المناطق باستثناء منطقة الجوف وأجزاء من منطقة تبوك، حيث تتأثر بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، فيما يسود الطقس مستقر في باقي المناطق. يوم الاثنين يستقر الطقس في المنطقة الشمالية الغربية بما فيها منطقة الجوف وتبوك، وبالتالي يصبح الطقس مستقر في عموم مناطق المملكة، لكن هناك فرصة لبعض التشكلات الركامية الرعدية في المرتفعات الجنوبية الغربية تكون خفيفة ومتفرقة وعشوائية الطابع. يوم الثلاثاء لا تغيير الحالة الجوية، تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها إلى أقل بقليل من مثل هذا الوقت من العام. طقس مائل للبرودة إلى بارد نسبيا خلال ساعات في المناطق الداخلية، بينما يكون دافئ في المناطق الساحلية سواء المطلة على الخليج العربي أو المطلة على البحر الأحمر. يوم الأربعاء أيضا لا تغيير الحالة الجوية، درجات الحرارة تبقى حول إلى أقل بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. طقس بارد نسبيا خلال ساعات الليل في المناطق الداخلية. يوم الخميس أيضا لا تغيير الحالة الجوية، درجات الحرارة تكون في بداية الثلاثينيات في العاصمة الرياض، وبالتالي تكون درجات الحرارة حول إلى أقل بقليل من معدلات مثل هذا الوقت من العام، ويبقى الطقس بارد نسبيا خلال ساعات الليل. يوم الجمعة تنخفض درجات الحرارة لتكون أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. في المنطقة الوسطى العاصمة الرياض تسجل 29 درجة مئوية فقط، أما درجات الحرارة الليلية تبقى باردة نسبيا إلى باردة في بعض المناطق خاصة في منطقة حائل. بهذا انهينا نشرتنا، للقاء.